أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعله صعبا سهلا. إن شاء الله ناخذ برهان نظرية إقليدس عن طريق فيثاغورس. بنستخدم نظرية فيثاغورس لإثبات نظرية إقليدس. اللي هنعمله نبدأ كالآتي بإذن الله. هنقول ألف باء تربيع زائد ألف جيم تربيع، ده بيساوي باء جيم تربيع. ألف باء تربيع ألف جيم تربيع تساوي باء جيم تربيع، دي فيثاغورس. طيب ألف باء تربيع بيساوي إيه؟ بيساوي باء دال تربيع زائد ألف دال تربيع. ألف باء دي بس بتساوي ده تربيع زائد ده تربيع زائد ألف جيم تربيع، هتساوي ألف دال تربيع زائد دال جيم تربيع. ألف دال تربيع زائد دال جيم تربيع، ده تربيع تساوي ده زائد ده، وده تربيع تساوي ده زائد ده. طيب هناخد ألف دال تربيع مع بعض، يبقى اتنين ألف دال تربيع، يبقى الكلام ده بيساوي اتنين ألف دال تربيع زائد باء دال ودال جيم، هناخدهم مع بعض، باء دال تربيع زائد دال جيم تربيع. دول هنحللهم بحاجة اسمها إكمال مربع. يبقى اتنين ألف دال تربيع زائد باء دال زائد دال جيم الكل تربيع. لو انت فكيت دول هيبقوا يدوك دول بس أزيد من دول باتنين، يبقى أطرح اتنين باء دال في دال جيم. اتنين باء دال حاصل ضرب ده في اتنين اللي هو ده حد زائد عن الحدين دول. طيب ليه دي إكمال مربع؟ طيب انا عندي الكلام ده كله بيساوي مين؟ بيساوي باء جيم تربيع. يبقى اذا باء جيم تربيع بتساوي اتنين الف دال تربيع. طيب ما باء دال زائد دال جيم اللي هي دهيت هي دي بتساوي باء جيم كل تربيع، يبقى زائد باء جيم الكل تربيع ناقص مين؟ اتنين باء دال في دال جيم. طيب مش عندي هنا باء جيم تربيع وهنا باء جيم تربيع، بيساوي صفر. دي بتعدينا بالسالب يبقى مجموعهم صفر، يبقى صفر بيساوي اتنين ألف دال تربيع ناقص اتنين باء دال في دال جيم. يعني اتنين ألف دال تربيع بتساوي اتنين باء دال في دال جيم على الاتنين. يبقى اذا الف دال تربيع بتساوي باء دال في دال جيم، ودي الجزء رقم تاني اهو. الف دال تربيع بتساوي باء دال في دال جيم اللي هو ده اهو الجزء الاول. نرسم الرسمة تاني اهي، هي كانت الرسمة بالشكل ده. الف باء جيم دال عشان نبقى قريبين. يبقى هنا ألف دال تربيع بتساوي باء دال في دال جيم. طيب ننتقل لجزء آخر، عندنا ألف باء تربيع بتساوي إيه؟ ألف باء تربيع دي بتساوي باء دال في دال جيم. عايز أثبت إن هي ألف باء في باء جيم، لكن هي ألف باء تربيع بفيثاغورس بتساوي ألف دال تربيع زائد باء دال تربيع. مش ألف باء تربيع بتساوي ألف دال تربيع باء دال تربيع. ألف دال تربيع بتساوي إيه؟ بتساوي باء دال في دال جيم، باء دال في دال جيم زائد مين؟ باء دال تربيع بيساوي، خد باء دال تربيع مشترك بباء دال مشترك، بس مش باء دال تربيع، باء دال مشترك من الطرفين دول، باء دال بتساوي في دال جيم
زائد باء تال، باء دال وده الجيم مجموعهم بيدي باء جيم، يبقى ده بيساوي باء دال في باء جيم اللي هو مين؟ ألف باء تربيع اللي هو أول جزء من نظرية إقليدس اللي هو بيقول المربع أحد الأضلاع القائمة بيساوي طول المستطيل الذي بعده طول الوتر ومسقط هذا الضلع على الوتر اللي هي دي. نفس الكلام هنجيب ألف جيم تربيع والجزء الرابع من إقليدس اللي هو ألف باء في ألف جيم بتساوي ألف دال في باء جيم، ده هنجيبها من مساحة المثلث. مساحة المثلث ألف باء جيم بتساوي ايه؟ بتساوي نص مساحة المثلث ألف باء جيم نص ألف باء في ألف جيم قاعدة في ارتفاع، نص قاعدة في ارتفاع بيساوي كمان نص ألف دال في باء جيم نص قاعدة في ارتفاع. ألف دال في باء جيم نشطب نص مع نص الباقي عندي ألف باء في ألف جيم بتساوي ألف دال في باء جيم، ده الجزء الرابع. يبقى إذا ثبت الجزء الأول اللي هو رقم واحد ده، الجزء الثاني اللي هو ده، الجزء الثالث اللي هو ده، ده منه جزئين أو قاعدتين، هما ثلاث قواعد بالشكل ده هو المطلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.